كل يعني في مساء عيد نزهو الاطفال. وهذه الاحتفاليه هذا العام استقطبنا اطفال كثر يعني في الحي، والحمد لله راكم تشوفوا فرحه العيد يعني من الاطفال يعني والجو العائلي هذا. ربي ان شاء الله يتقبلها ويجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين ان شاء الله. وكذلك ما ننساوش خاوتنا ان شاء الله اللي نوقفوا ونساندوهم ان شاء الله، اخواننا الفلسطينيين وخاصه في غزه. جمعيه ايادي الخير على كل هذه المبادره، ونتمنى كل مناسبه يديرون هذه الاحتفالات.